أغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة حفل تخريج طلبة الثانوية العامة لمدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في المملكة. حضر الحفل المطران خريستوفوروس عطلة وعدد من الآباء الكهنة وهيئات دبلوماسية وجمع غفير من أهالي الخريجين. وقد استقبل الطلبة عند دخولهم قاعة الاحتفال في المركز الثقافي الملكي على وقع عزف الفرق الموسيقية الكشفية. وبعد أن قدم غبطته التهنئة للخريجين أعلن أنه أوعز إلى اللجان المتخصصة القيام بدراسة بعض المواقع في المملكة لبناء وتطوير مدارس متقدمة في كل من السلط والفحيص والصوفية والحصن وعنجرة وعجلون والكرك. واشتمل الحفل على كلمات لمديرة عام المدارس السيدة لين مدنات وللخريجين والخريجات. كما قدم كورال طلاب وطالبات مدارس البطريركية لوحات فنية من التراث الأردني الشعبي. بعدها وزعت الشهادات على الخريجين والخريجات. وفي الختام قدمت السيدة مدانات درعا تكريميا للبطريرك ثيوفيلوس الثالث على تواصله ودعمه لمسيرة العلم والثقافة والتعليم في الأردن.